القرنفل او المسمار وبذور الكتان هيخلوا شعرك ناعم زي الحرير حرفيا من اول استعمال. كمان هيطول شعرك جدا، هيخلي فيه غزارة في الشعر، بجد هيخلي الشعر تقيل وقوي وكمان كثيف جدا. ولو عندنا بيبي هير من الحاجات الجميلة جدا اللي هتطلعها بسرعة جدا، ده شامبو تستخدميه وقت الاستعمال سهل جدا جدا جدا، ده غير فوائده الرهيبة. كل اللي انا هحتاجه معايا معلقة مليانة من بذور الكتان، معلقة بتاعة الأكل، معلقة من بذور الكتان، بيخلي الشعر ناعم زي الحرير، بيطول الشعر جدا، كمان بيدي للشعر لمعة خطيرة. كمان من الحاجات اللي بتتقل الشعر وبذور الكتان، بينزل جل خطير جدا جدا، خصوصا الناس بقى اللي شعرها خشن أقرط، شعرك فيه هيشان كتير، شعرك فيه تقصيف، بجد من الحاجات اللي بتهدد التقصيف والهيشان. كمان هاخد كمان معايا حوالي نص معلقة صغيرة او ربع معلقة من القرنفل او المسمار، طبعا الكمية دي بتاعتك انتي، تمام؟ يعني انا بحط الكمية اللي هي انا بحتاجها، انا بحب اعمل كده كمية تكفيني اسبوع وبعدين ارجع اعمل تاني، انما لما بعمل وصفة بتقعد فترة كبيرة بتبقى الريحة بتغير وكمان فوائدها بتقل، فالافضل ان احنا نعمل الحاجة حاجة بحاجة كده، تخلص ارجع اعمل تاني، تبقى الافضل حاجة يعني متجددة افضل. القرنفل او المسمار من الحاجات اللي بتطلع فراغات الشعر، البيبي هير بتتقل الشعر جدا، لو عندنا اي فراغات في الشعر كتير بيطلعها بسرعة، كمان بيقوي الشعراية وبيتقلها وبيطولها بسرعة. هبدأ كمان اضيف الناس اللي عايزه تطول شعرها بقى، اللي شعرها عاجز ما بيطولش خالص، معلقه من الروزماري او اكليل الجبل، الحاجات دي كلها يا بنات بتتباع عند العطار، انت قولي له عايزه الحاجات اللي انا بقولها دي باكليل الجبل او الروزماري او المسمار اللي هي القرنفل او اللي هو بذور الكتان، الحاجات دي كلها بتتباع عند العطار. انا هنا حطيتهم لكم في طبق بس عشان اوريكم الشكل بيبقى النهائي ازاي. هنا خلاص هبدا ان انا اضيفهم بقى في اي حاجه اسخن فيها بالشكل ده، انا حطيتهم كده في اي حاجه ان انا هسخن فيها، وهضيف عليها كوبايه واحده بس من الميه على الكميه اللي انا حطاها دي. طبعا لو انت عايزه الجل اتقل بتحطي بذور الكتان منه معلقتين، لو انت حابه ان الجل يبقى تقيل او الشامبو معاكي يبقى تقيل شويه مفيش اي مشكله، خصوصا بقى لو انت حابه تزودي اللي هو بذور الكتان ده، الناس اللي هي عندها هيشان شديد، الناس اللي هي عندها تقصف في الشعر او شعرها خشن شويه هي اللي تضيف اكتر من اللي هي بذور الكتان، تمام كده. هنا هضيف عليها كوبايه واحده بس من الميه، ما تكتريش عشان انا عايزه الخطوه بتاعت الغليان دي تبقى مركزه شويه، فكل اللي انا هعمله هرفعها على النار لحد ما تغلي كويس جدا وبعد كده هرجع اوريكم. وده شكل الشامبو بتاعي، بصوا عامل ازاي، شايفين؟ بصوا انا هوريك الرغوه، شايفه بجد خطيرة، شايفين؟ شايفين الرغوة؟ انا عايزة اوريكي الرغوة، بجد حلوة قوي، وشامبو انت عاملاه في البيت طبيعي 100% هينعم الشعر افضل واكتر 180 درجة، كمان هيدي نضارة للشعر حلوة قوي، لمعة حلوة جدا، ده غير ان كمان هيدي ترطيب عالي وقوي للشعراية، كمان هيخلي الشعرية ما تتكسرش بسرعة، هتبقى ناعمة رطبة بتلمع، مفيش هيشان، مفيش تساقط، مفيش كمان اي هيشان في الشعر او تكسير في الشعراية، بجد من الحاجات الحلوة المفيدة جدا بذور الكتان للشعر، ومن الحاجات اللي بجد تقدر تستخدميها وانت مطمنة. شايفين الرغوة عاملة ازاي؟ بصوا ما شاء الله حلوة جدا، جربوها هتعجبكم جدا جدا جدا. لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول، ما تنسيش تشيري الفيديو لصاحبتك علشان تستفاد زيك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشيريه. باي باي. شايفين هنا بعد ما غليت معايا وانا سايباها تغلي شويه عشان انزل كل الجل بتاع بذور الكتان زي ما احنا شايفين كده، انا هنا خلاص هبدا ان انا اقفل عليها بعد الرغاوي اللي هي في الجنب دي، فكده لازم هقفل عليها عشان ما تنشفش الميه مني. هنا جبت طبق ومصفى ولازم نحط شاشه علشان اكليل الجبل او الروزماري ما ينزلش من المصفى ويعمل لي شوائب، ولازم اصفي على طول، تمام؟
وهي سخنة كده، لازم لازم تصفي وهي سخنة. لو ما صفيتيش وهي سخنة واستنيتي تبرد مش هينزل معاكي الجل، لان الجل كل ما بتسيبيه كل ما بيتقل معاكي جدا. فهنا انا خلاص صفيته، وهو اول ما شلته من على النار على طول رحت مصفيه. بصوا بينزل معايا ازاي، لو سبته مش هتعرفي تصفيه خالص، ومش يعني هتستفادي بيه وهيغلبك. انا هنا خلاص نزلت كل الجل بتاع بذور الكتان، وشايفين ما شاء الله صافية جدا عشان الشاشة اللي احنا حطيناها. بصوا كده الشامبو ابتدى يبقى جاهز معايا، بس هحط كده تكات بسيطة علشان يديني فوائد اكتر، وكمان يديني الرغوة اللي انا محتاجاها. هضيف عليها هنا اي نوع شامبو انا بحبه او بستخدمه عشان استفاد بالرغاوي بتاعة الشامبو، وفي نفس الوقت ابقى انا عملت شامبو بالاعشاب، وكمان يديني الايفكت بتاع الشامبو، كمان الفوائد بتاعة الشامبو ابقى واخداها. يعني انا كده حطيت كل المكونات اللي انا محتاجاها، هبدأ بقى اقلبها. انا حطيت 3 معالق من الشامبو، ممكن تزودي بس انا افضل على الكمية دي ما يبقاش اكتر من 3 معالق، علشان ابقى مستفادة اكتر واكتر بالاعشاب اللي انا عملتها والخلطة اللي انا عملتها. انا هنا قلبتهم اهو كويس، بصوا هي عامله ازاي ناعمه لسه جدا، بس انا لازم اسيبها تبرد شويه علشان اوريكي الرغوه والنتيجه الافضل. هنا ممكن استخدم عليها معلقه صغيره من زيت جوز الهند، لو انت شعرك ناشف قوي فحطي كمان معلقه صغيره من جوز الهند، لو انت شعرك عادي ما فيهوش اي حاجه بس غير ان انت عايزه تديله ترطيب وكمان غذاء وفوائد فاستخدميها على كده. انا عن نفسي هستخدمها على كده. ممكن كمان تضيفي عليها كبسولة من الفيتامين اي، لو انت شعرك محتاج فيتامينات او غذاء حطي كبسولة او 2 عليهم من الفيتامين اي. هسيبها تبرد وارجع اوريكم النتيجة في الاخر. وده شكل الشامبو بتاعي، بصوا عامل ازاي شايفين. بصوا انا هوريك الرغوة بجد خطيرة، شايفين شايفين الرغوة. انا عايزة اوريكي الرغوة بجد حلوة قوي، وشامبو انت عاملاه في البيت طبيعي 100% هينعم الشعر افضل واكتر 180 درجة، كمان هيدي نضارة للشعر حلوة قوي، لمعة حلوة جدا، ده غير ان كمان هيدي ترطيب عالي وقوي للشعراية، كمان هيخلي الشعرية ما تتكسرش بسرعة، هتبقى ناعمة رطبة بتلمع، مفيش هيشان مفيش تساقط مفيش كمان اي هيشان في الشعر او تكسير في الشعراية. بجد من الحاجات الحلوة المفيدة جدا بذور الكتان للشعر، ومن الحاجات اللي بجد تقدر تستخدميها وانت مطمنة. شايفين الرغوة عاملة ازاي، بصوا ما شاء الله حلوة جدا، جربوها هتعجبكم جدا جدا جدا. لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول. ما تنسيش تشيري الفيديو لصاحبتك علشان تستفاد زيك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشيريه. باي باي.